يا سلام يا سلام، ايه يا اختي؟ شفت عفريت قدامك بتسمي في وشي؟ خير يا طنط؟ في ايه؟ انتوا بتصحوا امتى؟ متهيأ الإيهاب ميعاد وصوله النهارده. اه يا طنط، يوصل النهارده، بس انا نمت متأخر انا والبنات. طب يلا قومي عشان نعمل اكل، هيجي جعان واخوه ومراته وعياله جايين. لا يا طنط، ما احنا هنطلب اكل من بره عشان ما تتعبيش نفسك. مفيش اكل من بره وانا موجوده، لازم نطبخ، وبعدين اكل بره ده ما بيتاكلش. طب يا طنط اتفضلي حضرتك، المطبخ تحت امرك والشغاله كمان. انا لازم البس وانزل اروح اشوف يونيفورم مدرسه البنات. اه طيب ماشي، ولو عوزت حاجه؟ الشغاله عارفه كل حاجه. الشغالة بتاعتي دي ما بتفهمش وبتوجع قلبه وبتتعبني على بال ما بتفهم. اديها حضرتك البصل تعمله وهتغسل لك كل حاجة زي ما انت عاوزة، وهتريحك والله وهتفهمك بسرعة جدا. أنا لازم ألبس وانزل. يعني لو ما كنت صحتك كان المشوار هيروح عليك، اعتبريه راح وقعدي ساعديني في البيت. ما هو يا طنط حضرتك أصلا مصرة تعملي أكل بيتي، ولا الولاد بيحبوه ولا ولاد عمهم بيحبوه، عاوزين ياكلوا من بره، وإيهاب أصلا هيبقى عاوز ياكل بيتزا. يبقى هعمل له بيتزا. طب يا طنط اتفضلي حضرتك، المطبخ تحت أمرك، ورقم السوبر ماركت موجود على التلاجة، هيوصل لك كل حاجة أنت عاوزاها لغاية عندك، أنا لازم ألبس وأنزل. عن إذنك. إذنك معاكي يا حبيبتي. اتفضلي. Watch it.